تفكير جاد واقعي مهم جدا. لنرى بماذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام. أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات. أكثروا، ليس الأمر منصبا على ذكر هادم اللذات، بل على الإكثار من ذكر هادم اللذات. وهذا الحديث صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وصيغة هذا الحديث مصدر بفعل أمر. أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. وفي حديث آخر: أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا في سعة إلا ضيقه عليه. إن كنت غافلا مع السعة ذكرك الموت بمغادرة الدنيا، وإن كنت في ضيق مع القلة ذكرك الموت بالآخرة فتنسى ما أنت فيه. يعني الذي أتمناه على إخوتنا الكرام، الدين كما يفهم الناس صوم وصلاة وحج وزكاة، الدين منهج تفصيلي. يعني لا أبالغ، في 20-30 ألف بند، فهذه بنود الدين. الذي يكثر من ذكر الموت إنسان يطبق سنة النبي، يطبق منهج الله عز وجل، والموت يأتي فجأة، يأتي بغتة. أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا في سعة إلا ضيقه عليه. السعة مع الغفلة علاجها التفكر بالموت، والضيق مع اليأس علاجه التفكر بالموت. ففي السعة يذكرك، وفي الضيق يذكرك. في السعة ينقذك من غفلتك، وفي الضيق ينقذك من يأسك الموت. يعني إذا طالب ذكر الامتحان يكون أخطأ في أثناء العام الدراسي، إذا ذكر الامتحان وزعت الأوراق، قرع الجرس، وزعت الأسئلة، المراقب واقف، والامتحان مصيري، نجاح أو رسوب. نجاح يعني نال رضا من حوله ونال بعض الميزات. فإذا كان أكثر من ذكر الامتحان هل يعد هذا خطأ؟ هذا الطالب الذي نال الأولى على القطر سئل مرة: بما نلت هذه الدرجة؟ قال: لأن لحظة الامتحان لم تغادر ذهني ولا ساعة طوال العام الدراسي. والمؤمن الصادق المتفوق مغادرة الدنيا لا تغادر ذهنه إطلاقا. هو يعمل، مو فقط يعمل، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يعمل ويؤسس عمل ويدرس وينال شهادات، ويؤسس عمل تجاري ويتوظف ويشتري بيت ويتزوج ويسكن. هذا لا علاقة له بالموت. الموت يحميك أن تخطئ، يمنعك من أن تعصي الله عز وجل، يمنعك من أن تأخذ ما ليس لك. الموت يمنعك من أن تقف في طريق الإيمان. الموت سور، دافع وسور، يدفعك إلى الله، وسور يقيك الزلل والانحراف. لذلك فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا في سعة إلا ضيقه عليه. وعن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي المؤمنين أكيس؟ يعني من أعقلهم؟ من أشدهم عقلا؟
من أرجحهم عقلا؟ من أذكاهم؟ سئل عليه الصلاة والسلام أي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا. أيام الإنسان يكون برحلة يكتب كل حاجاته، ما ينسى شيء، يضع هذه الحاجات في محفظة، معه بطاقة السفر، جواز السفر، المال اللازم، أرقام الهواتف اللازمة، معه الألبسة، معه العدة التي يستعملها كل يوم، معه كتاب يقرأه، معه آلة حاسبة يحسب عليها، كتب كل الحاجات، يمضي رحلة موفقة ناعمة، كل شيء مكتوب، لأنه الاستعداد من علامات العقلاء. أخطر حدث، سبحان الله، أكثر الناس إن عنده أهم حدث أنه يسكن البيت، يشتري بيت، يعمر بيت، يزوج أولاده. أما أخطر حدث على الإطلاق المغادرة، هذا ما أدخله في حساباته. فلذلك لما النبي الكريم سئل أي المؤمنين أكيس، قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس، أن تذكر الموت، أن تكثر ذكر الموت، وأن تكثر من الاستعداد له بالتوبة، بالوصية، بالعمل الصالح، بإنفاق المال، بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بخدمة الخلق، بالإكثار من العبادة، نوافل العبادات، طلب العلم، قراءة القرآن. أعقل إنسان في مقياس النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر ذكر الموت وأكثر الاستعداد له. والترمذي من حديث شداد بن أوس يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه، يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أخ كريم يعمل في عمل تكنولوجي معقد جدا وموفق جدا، فقال لي مرة معمل طلبني، في عنده مشكلة بالحاسوب الآلي أو الحاسوب الصناعي، طلبت مبلغ من المال. فصاحب المعمل شديد، فاستكثر المبلغ وبدأ يكثر من مشاحنته لتخفيض الأجرة. قال لي تكلمت كلمة خطأ، لكن وقتها ما انتبهت لها. قال له أنا مالي بحاجة إليك، أنت بحاجة إلي، عجبك هذا المبلغ. في اعتداد، في قوة تمكن. فصاحب المعمل أذعن له وقال له تفضل أصلح هذا الخلل. قال لي بكل حياتي إصلاح الخلل ساعة، نص ساعة، ربع ساعة. خبير خبرة عالية جدا ودرس في أعلى البلاد، يعني تفوق في هالموضوع. قال لي ساعة، ساعتين، ثلاثة، أربع ساعات، خمس ساعات، من ساعات، طريق مغلق. ثاني يوم من ساعات، طريق مغلق. ثالث يوم من ساعات، طريق مغلق. أقسم لي بالله 8 أيام، يعني ما عاد يوفي معه لا 100 ضعف المبلغ. ترتيبه ربع ساعة، نص ساعة، تنتهي العملية، لكن الالتزام بإصلاح الخلل وبالوقت الالتزام. قال لي بعد 8 أيام أوقفت، توقفت عن العمل، قلت لأراجع نفسي في مشكلة. يبدو توحيده جيد، فاعتذر من صاحب العمل المعمل وخلى بنفسه وحاسب نفسه. أي ذنب ارتكبته حتى سد علي باب إصلاح هذا الخلل؟ إلى أن اهتدى إلى هذه الكلمة التي قالها باعتزاز، باعتداد. قال له أنا
أنت بحاجة إليه، إن شئت فهذا هو المبلغ. فاستغفر الله عز وجل وتاب إليه ودفع صدقة تكفيرا لذنبه. قال لي والله في اليوم التاسع أو العاشر أقسم بالله بأقل من ربع ساعة انتهى الموضوع والخلل صحح. حاسب نفسك، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. فالكيس من دان، أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا حال المسلمين اليوم، يتبعون أنفسهم هواها. أما في دعاء لطيف جدا، يا رب ترحمنا، يا رب تغفرنا ذنوبنا، يا رب نحن عبيد إحسان ما لنا عبيد امتحان، يا رب لا يسعنا إلا فضلك، كلام فارغ هذا، لأنه ما في استقامة ولا في انضباط ولا في نية بالتوبة. مقيم على ما هو عليه وبلسانه يسترضي الله عز وجل، والاسترضاء يكون بالعمل لا باللسان. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا، فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه، وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعيشكم. يعني في الغني ثواني ثواني صار خبر على الجدران، كل ممتلكاته ليست له ولا حاجاته الخاصة، له خزانة صغيرة في البيت فيها بعض الهدايا الثمينة جاءته، يؤخذ المفتاح، مركبته ما كان يعيرها لأحد تركب من بعده، بيته يسكن من بعده، امرأته قد تتزوج من بعده، أولاده بعد حين ينسونه. فالتفكر بالموت، والإنسان حينما يؤمن بالله عز وجل ويصطلح معه، الموت لا يرعبه كثيرا. الإنسان يخاف الموت بقدر ذنوبه، والدليل: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. علامة أن تكون مع الله في أحسن حال أنك لا تخاف الموت، علامة أنك مؤمن ولك عمل طيب أنك لا تخشى الموت. أما الظالم يكره الموت. أكثر ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا، فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه، وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعيشكم. ومر عليه الصلاة والسلام بمجلس قد استعلاه الضحك، فأيام بتلاقي جلسة بنزهة ضحك غير معقول، ضحكة دراج بتلاقيها، صوت مرتفع متسلسلة، ويعني حركة وتمطي وتعليقات. قال: هؤلاء لو عرفوا ما أمامهم لما ضحكوا هذا الضحك، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. أن يعلم الإنسان أنه أمامه حساب دقيق، سؤال دقيق، أمامه جنة أو نار إلى الأبد، شيء مخيف، شيء مصيري. مر النبي عليه الصلاة والسلام بمجلس قد استعلاه الضحك. سيدنا عمر بيقول: عجبت لمؤمل والموت يطلبه. مؤمل وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري، أساخط عنه الله أو راضي. شوف، ضاحك ملء فيه ولا يدري، أساخط عنه الله أو راضي. عجبت لمؤمل والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري، أساخط عنه الله أو راضي.
مر عليه الصلاة والسلام بمجلس قد استعلاه الضحك، فقال عليه الصلاة والسلام: شوبوا مجلسكم بمكدر اللذات. أكثر يعني يتجاوز 40 أو 50، في العام الأغلب أكثر أبناء جيله نصفهم تحت الأرض صاروا. هو قد يموت إنسان 90% وأنت 50، بيننا وبينه أمد بعيد. أما حينما يموت أقران الإنسان، من هم في سنه؟ من هم في مستواه؟ معنى أنتم السابقون ونحن اللاحقون. لذلك من دخل 40 دخل في أسواق الآخرة، من دخل في 40 دخل في أسواق الآخرة. نحن في رحلة، إذا مضى ثلثاء الوقت المتبقي للاستعداد للعودة، أبدا اذهب إلى أي مكان. الرحلة 10 أيام، بعد اليوم السابع تفكر في العودة، في قطع التذاكر، في جمع الأغراض، في شراء الهدايا، في اختيار المركبة المناسبة. بعد اليوم السابع التفكير بينعكس، كيف نعود؟ ومن دخل في 40 دخل في أسواق الآخرة، ولحكمة بالغة بالغة أرادها الله. أنواع الموت لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. من موت بلا سبب إطلاقا إطلاقا إلى مرض يدوم 30 سنة 40 سنة، طريح الفراش، يعني بأعلى درجات القوة بيموت. اليوم ذكرت مثل في جامعة الطاووسية لقى يعني وقعا حسنا. تصورنا سباق سيارات، طريق عريض 10 مسارب وفي 1000 سيارة للسباق، منوعة، أنواع منوعة، من أكبر الحجوم إلى أصغر الحجوم، من أغلى الماركات إلى أرخص الماركات، من أقوى المحركات إلى أضعف المحركات. كل هذه السيارات 1000 تتسابق. هذا الطريق العريض اللي فيه 10 مسارب هكذا ينتهي بجدار 50 متر، فالسيارة الأولى نزلت، الثانية نزلت، الثالثة نزلت، الضعيفة نزلت، الغالية نزلت، الرخيصة نزلت، آخر واحدة نزلت، أغلى واحدة نزلت، أقوى واحدة نزلت، أجمل واحدة نزلت. هذا مع السباق. هذا سباق الدنيا يا أخوان. الغني بيموت، الفقير بيموت، القوي بيموت، الضعيف بيموت، الذكي بيموت، الأحمق بيموت، المؤمن بيموت، الكافر بيموت، كله بيموت. قالت له: خايف يموت للطبيب؟ قالت: بدك طبعا بدك تموتي وأنا بدي موت معك، طبعا بدك تموتي. قال له واحد للطبيب، قال له: يعني نسبة نجاح العملية كم؟ قال له: 80%. قال له: كيف يعني؟ قال له: إذا أجروها 10 أشخاص بيموتوا 2. قال له: لا ما بدي. قال له: أنا بدي 100%. قال له: إذا كان كل عملية 100%، شلون الناس بيموتوا لك؟ شلون بيموتوا لك؟ في أحيانا لأتفه سبب عملية لوزات بيموت منها الإنسان. يعني في كان إنسان بمنصب رفيع جدا، كل أطباء النسائية تحت يده، يعني موظفين عنده كل الأطباء، وله زوجة وأول ولد، فبقي شهر يبحث عن أشطر طبيب، بده الطبيب الفهمان اللي عنده خبرة متراكمة، عنده شهادة عالية، له سمعة طيبة، أخلاقه عالية. استقر رأيه على أحد الأطباء، فكانت منيتها على يده. أثناء الولادة وأحيان بدوية يأتيها المخاض وهي في الطريق، وتلد
وتقطع الخلاص بحجرين. كمل ماشي. فالموت عجيب. بالخمسطعش يعني أسرة أعرفها، أول ابن ب22، ثاني ب23، شابين في الأسرة وحيدين، توفيا في هذه بحادثين سير. كل إنسان له منية، فهو الأعقل شيء بالإنسان يستعد لهذا الحدث الذي لا بد منه. أبدا لما النبي رأى هذا المجلس قد استعلاه الضحك قال: شوبوا مجلسكم بمكدر اللذات. قالوا: يا رسول الله، وما مكدر اللذات؟ قال: الموت. دخل الموت بالحسابات. يعني مرة ذهبت إلى بيروت، لفت نظري محل تجاري، أغرب محل رأيته في حياتي، لوازم الموتى، ما في ولا زبون عنده. لوازم الموتى يبدو طبعا الكنائس والمساجد اللي يتعاملون مع تكفين الميت يذهبون إلى هناك ليشتروا الحاجات، فالإنسان بده بضاعة يستعملها وهو حي. وحدثنا شيخ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: أكثر ذكر الموت يسليك عما سواه. إذا الإنسان يعني هو العوام لهم كلمات إلى معنى عميق. إذا ضاقت عليكم الصدور عليكم بزيارة القبور. أنا أنصح الأخوان بأن يزور مستشفى ومقبرة، يرجع مرتاح. يعني كل مريض له وضع لا يحتمل، أنت معافى. والمقبرة ما في واحد مات ما عنده قوائم أعمال، مات وما خلصها كلها. ما في إنسان مات إلا بدفتره في جدول أعمال. في إنسان عنده 20 نقطة، 30 نقطة، 100 نقطة، 200 نقطة، عم بيخطط ويشتغل، وجاء الموت قبل إنجاز هذا كله. قال: والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أنس من أصحابه غفلة نادى فيهم بصوت رفيع: أتتكم المنية راتبة لازمة إما شقاوة وإما سعادة. وأنا أقول لكم إذا الإنسان نفسه تعبير الدارج حرنت عليه، تعلقت بالدنيا، أبت أن تنصاع لأمر الله، الموت أفضل علاج لها. أبدا. مرة لي صديق توفي بحادث، هيك أحببت أن أراه في المستشفى بالبراد، يعني لي صديق طبيب قلت له بدي أشوفه. انفتح الباب، رفوف رفوف، صواني ستانلس كلهم عبا، أشخاص من لباس أغنياء وفقراء وأصحاب أعمال حرة وأصحاب كله بضاعة. صار مرة في طريقي إلى المغرب في الطائرة في تونس في انتظار ساعة في المطار، أنا جالس على النافذة، أنا من طرف البضاعة، يعني في باب للبضاعة، فالبضاعة نازلة كلها. ثم فوجئت بنعش بضاعة والأوراق والأوراق تخليص، كان شخص صار بضاعة. سأيام بيروح راكب جالس على مقعد يرجع شحن ولأوراق، يخلص كما تخلص البضاعة. فكان إذا أنس من أصحابه غفلة نادى فيهم بصوت رفيع: أتتكم المنية راتبة لازمة إما شقاوة وإما سعادة. والله أعرف رجل، أنا ما رأيته بس سمعت عنه، يعني على مستوى من الأناقة والذوق ما يفوق حد الخيال. دخلت إلى بيته بعد وفاته، بيكون ابنه صديقي، شيء لا يوصف، التزيينات، الأجنحة الشرقية، الأجنحة الغربية، اللوحات، البازات، كل فازة ارتفاعه 3 أمتار، بالملايين حقه، بيت، أدواته من أعلى مستوى، هو ببيع تحف. نعم، يعني توفي في أيام مطيرة جدا. فلما أخذ ليدفن القبر مفتوح عليه سياقات، ماشي المي السودا فيه.
بيقول لي مدير معمله بيقول لي أنا أسبوع ما أكلت، وين حطوا معلمي؟ هالأنيق المهفف النظايفي المزوئ يلي أدواته بتلفت النظر، أساس بيته، حاجاته الشخصية، فرش بيته، قبر في مياه سوداء. سألوا ابنه قال له حطوه شو بنسأل، ولي معمر فيلا أنا شاهدتها سنة 1974 بحلب، مكلفة 1974 35 مليون، قال فيها رخام أونيكس بخمس ملايين، طبعا المهندسين كلهم أجانب سووها، يعني قطعة من عجائب الدنيا هذه الفيلا، مات صاحبها في 42، وهو طويل القامة، وكان القبر لحكمة أرادها الله قصير القبر، فلما حطوا ما كفى، شو بيساوي؟ إجا الحفار دفعوا بصدره وقام طر راسه هيك، خلاص حاجة. الواحد في بحياته كم حفار بحياته؟ إذا كان طبعاً منعم في عنده حفار غرفة النوم، بده حفرة ناعمة، مظللة، معتقة، وآخر حفار بحياته حفار القبر. في حفار غرفة النوم وفي حفار القبر، آخر واحد تبع القبر. نعم. والله مرة دفننا إنسان، يعني أخ كريم لكن بعرفه أنيق جدا، حطوا البلاطة فرقة شيء 4 سنتي، لما جابوا الاضطراب بالمجرفة نزل فوق شيء كيلين تراب يمكن أو أكثر، دفعوا التراب في فتحة كبيرة، ما انتبه الحفار حط البلاطة زاحلة، فلما جرف التراب نزل التراب فوقه، كلنا ولا واحد بينفذ بالنهاية ولا واحد. وهذا من باب يعني الحقيقة الثابتة، بعد هنقول 100 سنة الله يطول أعماركم كلكم ويمتعكم بصحتكم وبأولادكم وبأهلكم ويرزقكم عمل صالح، بس بالنهاية بنموت كلياتنا، بعد 100 سنة من هلا حتلاقوا حدا منا قاعد هون؟ ولا واحد، ولا واحد، كلنا تحت أطباق الثرى مرهونون بأعمالنا. ولما الإنسان بيموت، أنا في مرة والله لا أنسى هذا الموقف أذكره لكم الآن، يعني أخ من أخواننا، أو كنت مرة في مكان صار هيك حديث ديني، فشخص أعجب بالحديث دعانا إلى سهرة، عملنا كل أسبوع عند واحد سهرة لطيفة. هذا الرجل منعم، تاجر كبير عنده معامل أيضا، يعني فعلا ببيته في أناقة غير معقولة، مزوئ كثير، طبعا موضوع طويل ما بهمنا، بهمنا أنه أحد الأيام خرج من معمله إلى البيت نسي أين بيته، قال له ابن تذكر بيت ابنه، وصل إلى ابنه قال له بابا وين بيتي أنا، صار معه فقط ذاكرة جزئي. بعد حين خبرني ابنه قال لي الوالد توفى، لا ذهبت إلى هناك. له شيخ من علماء الشام الكبار المحترمين، طبعا تقدم شيخه ليلقي كلمة قبل أن يصلى عليه، توقعت في كلمة ربع ساعة ثلث ساعة، قال إخواننا الكرام أخوكم أبو فلان ترحموا عليه، كان مؤذن ترحموا عليه، يلا خلاص. أنا استورت بيته بنحكى عنه ساعة، بيته معمله بنحكى عنه ساعتين، رحلاته، أناقة فرشه، أزواقه بالطعام، ما بنحكى عند الموت الشيء أبدا، ما بنحكى إلا عمل صالح. قلت الإنسان يعمل عمل ينحكى عنه دقيقة بعد موته، دقيقة 60 ثانية، ما الكلمة ما استغرقت 10 ثواني، كان أخوكم أبو فلان مؤذن ترحموا عليه، كان صوته حسن، هو كان كل ما أجى لهون قال له أذن، قال أنا خليه أذن عوض المؤذن الأساسي. هاي الحياة، نوع بيتك،
يا ربي عملت جبصين بياخذ العقل، احكيها لشوفي بالقبر، عامل جبصين حلو كثير، ما بتنحكى بالقبر. هاي عندي كانت 3 سيارات، واحدة للسفر وازنة، واحدة للمدينة خفيفة مشان صفها وين ما كان، واحدة للمعمل، بتنحكى بالقبر هاي. عندي أرصدة، عندي أموال منقولة وغير منقولة، أنا عامل كذا مساوي كذا، عامل معمل 3 خطوط 5 خطوط، تفضل احكي يا زوج. لا يسمح لك أن تقول إلا العمل الصالح، إلا العمل الصالح. إذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أحس من الناس بغفلة جاء فأخذ بعضادة الباب ثم هتف 3: يا أيها الناس، يا أهل الإسلام، أتتكم المنية راتبة لازمة؟ جاء الموت بما جاء به، جاء بالروح والراحة والكثرة المباركة لأولياء الرحمن من أهل الخلود الذين كان سعيهم ورغبتهم فيها، ألا وإن لكل ساع غاية وغاية كل ساع الموت سابق ومسبوق. النبي الكريم يقول عليه أتم الصلاة والتسليم: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. أنا أكثر شيء بيألمني أن الناس أحيانا يمشون في الجنازة، مرة مشيت في جنازة، أكثر شيء ألمني 2 جنبي، العقد الفلاني والصفقة الفلانية وفلان خصم علي بدي أخصم عليه، لك قدامك الميت ماشي من مكان الخروج إلى المقبرة بموضوع الحسابات والخصومات والتجارات والصفقات أبدا. يقول سيدنا سعد: 3 أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه 3 ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. طبعا في طرفة واحد سأل فقيه، قال له يعني كيف، أين أمشي وأنا أشيع الجنازة؟ يعني أمشي أمامها سنة أمامها أم خلفها أم عن يمينها أم عن يسارها؟ فقال هذا الفقيه مداعبا: لا تكن في النعش وسر أينما شئت، لا تكن في النعش وسر أينما شئت. وإذا واحد مات البقية معهم بحبوحة، أفتح لهم في أجلهم، يعني أنت حينما تستيقظ يعني سمح الله لك أن تعيش يوما جديدا. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. مرة زرت كلية الطب، كانت كليتنا جنب كلية الطب، يعني بدافع الفضول بدنا نشوف المكان اللي فيه الأموات بعد التشريح. والله الأذن قال لي: هون مصنع عالي مملوء بمادة معينة، في شيء 20-30 جثة ضمن المحلول، طبعا ظهر إيد من هون، رجل من هون، رأس من هون، إنه مغطين بمحلول. بس لفت نظري عصاية فيها شنغن، ليش؟ قال لي: مشان اسحب واحد شنغل، عصاية طويلة وفيها شنغل مثل كياس الطحين، بعمل هيك بيجي بحنكه بيسحبه بيحطه بشرحه. كان زلمي هذا، كان شخص، كان له بيت، له أولاد، له زوجة، كان يخوف أحيانا أو كان جميل الصورة، كان له أكلات خاصة يحبها، له جلسة حلوة، يعمل له 20-30 سيران بزمانه. وين وصل فيه السياري؟ بالشنغال سحبه طلع. هي مشاهد الموت مفيدة جدا يا أخوان، مفيدة جدا. يعني أنا بذكر لو كان جنازة لا تعرف من صاحبها، اتبعها لما يفتحوا النعش بيحملوها الميت والتفت الساق بالساق، بيدخلوه بالقبر بيحطوا البلاطة، خلاص هذا مصير كل واحد. مرة حضرت تغسيل ميت، المغسل بعد ما انتهى وكفنه جاب قماشة يعني قطعها بسنانه صارت سريدة طويلة،
نزلها بالماء مشان تمسك، ولف رجلي شد شده وعقدها. الإنسان يعني بيعقد عقدة مشان تنفك معه، تعمل لها شريط، تعمل لها مثل وردة، بس كان العقدة مناوي يفكها بدون وردة بيعملها أول عقدة والثاني وشد فيك. هي والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. نعم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. 35 سنة ما صلى فرض صلاة ولا حج ولا اعتمر. واحد ترك 3000 مليون. 35 سنة ما حج ولا اعتمر ولا صلى، وكان في بلاد الحجاز مقيم هناك في جدة، وافته المنين. إذا الإنسان ماشي بلا هدف أحمق، يلي بجمعه بحياته كلها يأخذه الموت في ثانية واحدة، ثانية أبدا. قال في سلطان غاشم ظلوم، يعني حب ينتقم من مثل الشيخ النجارين يعني، فطلب منه شيء يفوق فوق طاقته، بده 100 كيس انخالة أو انشارة، ما بيتجمع معه ولا بسنتين، 100 كيس انشارة أو بيقتله. هذا فهم مقتول، عمل وصية ودع أولاده، اتمت وقع الفجر طرق الباب، قال اجوا بوس أولاده. شو قال؟ تعال الملك مات بتعمل له نعش. سبحان من قهر عباده بالموت. يعني الإنسان ما بيعرف إمتى بيموت، شلون بيموت. في شخص غادر راح بمهمة إلى أمريكا، مهمة رسمية، بالمطار على كرسي بالمطار فرق الحياة. يعني سافر 20 ساعة بالجو ليموت بمطار واشنطن. خاطب واحدة طبعا تارك أموال طائلة بس ما صار عقد، خاطبها خطبة هي اتمنت وكان مكتوب الكتاب، كان طلع لها مبالغ طائلة، فما صار الأمر. قيل يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال نعم، من يذكر الموت في اليوم والليلة وقال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا قال أكثركم للموت ذكرا وأحسنكم له استعدادا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أكثركم للموت ذكرا وأحسنكم له استعدادا وأشدكم خوفا وحذرا. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما لي لا أحب الموت؟ قال ألك مال؟ قال نعم. قال قدمه أمامك فإن قلب المؤمن مع ماله، إن قدمه أحب أن يلحق به وإن أخره أحب أن يتأخر معه. يعني إذا إنسان ببلد يائس من بلد، في بلد متخلف يائس منه، فباع البيت حوله، باع السيارة حوله، باع المعمل حوله، أخلى شيء. بعد ما حول كل أملاكه قدم جواز سفر أخذه، فيزا أخذه، مغادرة خروج أخذه، جاء على المطار أخذ صعود طلع الطيارة. أنا بعتقد لهالإنسان بالذات بهالصفات هي أسعد لحظات حياته حينما ركب سلم الطائرة خلاص، لأنه قدم ماله أمامه. وكذلك المؤمن قدم ماله أمامه فسره اللحاق به، واللي خلف وراءه آلمه فراقه. قال فإن قلب المؤمن مع ماله إن قدمه أحب أن يلحق به وإن أخره أحب أن يتأخر معه. وكان عليه الصلاة والسلام، كان أبو الدرداء رضي الله عنه قال كفى بالموت واعظا وكفى بالدهر مفرقا، اليوم في الدور وغدا في القبور. شوف البيت غرفتك 4x3
ثلاثة ونصف سقف دهنة، في تريا، في هاتف، في مقعد وسير، في سرير مريح، غرفة الطعام مثلا، غرفة الضيوف، مطبخ، حمام. هالمئة متر حيصفوا 65 سنتي بمئة وثمانين، لا في دهان ولا في رخام ولا في سيراميك ولا في ألمنيو ولا في برونز، أفشي على الأرض أبدا. اليوم في الدور وغدا في القبور، لذلك وسيشيع إلى مسواه الأخير. وما أكثر عبد ذكر الموت إلا ترك الفرح والحسد، ترك الفرح والحسد. ومن أكثر ذكر الموت قل حسده وقل فرحه، وكفى بالموت مزهدا في الدنيا مرغما في الآخرة. وقال النبي الكريم لأحد أصحابه: استعد للموت قبل الموت، استعد للموت قبل الموت. يعني مرة قرأت كلمة في فاس في المغرب، في منطقة إسلامية وشوارع ضيقة وفي مسجد مشهور كثير، نعم، مكتوب على بعض المحلات: صلي قبل أن يصلى عليك، صلي قبل أن يصلى عليك. بعض العلماء يقول: ما أحد ينزل الموت حق، ما أحد ينزل الموت حق منزلته إلا عبد عد غدا ليس من أجله. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وراج غدا لا يبلغه. إنك لو ترى الأجل ومسيره لأبغضت الأمل وغروره. وقال بعض العلماء: انظر الذي تحب أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم، وانظر الذي تكره أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم واخرج عنه. وكل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه، ثم لا يضرك متى مت. الحمد لله رب العالمين.